이중인기타어타이야로카하라바에요停电断电某多萨啊时事热点问题蒙太最蒙非穆塔巴阿迪尔巴拉米按时收看节目乃加尔好恩萨尼菲鲁乌苏里伊拉拉嘎玛里里奥瓦拉马拉迪菲塔利亚人类历史上第一次成功登月麦夏黑的老诺菲问了一把黑眼暴力和色情镜头本路过信念他们意思达到辨别是非的年龄妈他我说来的以来一比来的明太套窝里国家取得的发展阿拉拉马迪尔巴利的长远的开马户啊马路安那迪尔菲兹用我是来顿米南我是一个亚里亚米耶伊斯蒂多阿特安塔坦来麦看那帅大热的比我可的高碎了第二三一拉了我撒一拉欧克拉看索哈尔法蒂我的一扎民黑了了伊斯蒂法的地民母麦伊扎的哈非那个里苏拉的我撒的曼众所周知电视是宣传媒体之一电视借助其声像同传的优势在短时间内占据了各种媒体之手。Inna kamieta ha ilatan minal bahosi alati ajriyat ala madil arba'ina aman almaduya fi majali ilmi nafsi wal yalami tusiru نتائجها إلى أن التلفزيون له بالفعل بعض الآثار النفسية على الأطفال 在过去40年的心理学和传媒学方面的许多研究结果表明电视对儿童的心理的确有影响。有一组 television fil boldani scenario muassara raisiya fi hayati al ashhas حيث انه يؤثر في كيفية قضاء الناس لأوقاتهم وماذا يتعلمون وكيف يتعلمون كما يؤثر في سائر مؤسسات المجتمع كالمؤسسات السياسية والوسائل الإعلامية الأخرى والرياضة 在一些工业国家电视是人们生活的主要影响因素它影响人们如何度日如何学习什么同时还影响政治机构其他宣传媒体体育事业في الحقيقة فإن التلفزيون يعرض برامج تسلية عديدة أكثر من أي نوع أخرى من البرامج وتضم هذه البرامج المسرحية الجادة والملحات خفيفة والمسلسلات التي تعالج مشكلات الحياة الأسرية والأحداث الرياضية وأفلام الرسوم المتحركة والمسابقات والعروض المتنوعة والأفلام 事实上电视中播放的娱乐节目多数
多于其他任何节目。这些节目包括正剧、轻喜剧、关于家庭生活的连续剧、体育、动画片、比赛、各种表演和电影。في دول الصينية مثل أستراليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية يوجد في كل منزل جهاز تلفزيون واحد على الأقل ويعمل جهاز التلفزيون في المنزل الأمريكي 7 ساعات يوميا في المتوسط بينما لا يزال يعد في العديد من الدول الأخرى طرفا لا يستطيع تحمل ثمن إلا القلة 在诸如澳大利亚、日本、美国、西欧等一些工业国家，每家至少有一台电视。电视在美国家庭平均每天使用7个小时，而与此同时，在许多国家，电视仍然被认为是奢侈品，只有少数人可以承担它的价格。Cada la televisión agada min al majalat lo usbuia wa shahriya wa ra'at al suhuf al jadida alla tunafis al televisión bal tuqallad。 电视封杀了一些周刊和月报，新的报纸不主张与电视竞争，主张效仿它。中艺啊，中央电视台第一频道 ，al ganado lo ula li mahato di televisión marcasia sonia， 生活必需品 ，hajatul hayat， 迟早阿吉兰哦。阿吉兰20集电视连续剧 مسلسل تلفزيوني ذو 20 حلقة对什么什么造成负面影响 أثر عليه تأثيرا سلبيا 动画片 فيلم كرتون 现场直播世界杯足球赛决赛 النقل المباشر للمباراة النهائية لكأس العالم 盲目模仿影视明星 تقليد أعمى للنجوم السينمائية والتلفزيونية 了解外界的窗口 النافذة للإطلاع على العالم الخارجي 西方媒体 الوسائل الإعلامية الغربية 这种事故在生产过程中是很难避免的 من الصعب أن نتجنب مثل هذه الحادثة في عملية الإنتاج央美报纸纷纷指控那位美国运动员粗俗无礼。اتهمت الصحف البريطانية والأمريكية لاعب الأمريكية بخشونة سلوك وقلة الأدب بأنه خشن المعاملة وقليل الأدب 公司领导层的决策失误直接导致了公司的破产。أخطأ مسؤول الشركة في اتخاذ القرار مما أدى إلى إفلاس الشركة مباشرة 经过2年时间的协商，双方终于达成了协议。أخيرا توصل الطرفان إلى اتفاق بعد مشاورات
استغرقت سنتين. 记得十几岁的时候，妈妈不时地提醒我要远离坏朋友。أذكر أن أمي كانت تنبهني بين حين والآخر إلى الابتعاد عن أصدقائي خبثاء عندما كان عمري بضع عشرة سنة. 我似乎觉得他俩的婚事会在那个偏僻的小山村引起轰动。会议来一来也按那在我家伙嘛在有何地数论家谈非提了开了盖了也提扫给了听那哎呀。生活不是吃喝玩乐，生活是劳动，是坚持不懈的劳动。阿拉哈亚都ليست عبارة عن الأهل عن الأكل والشرب واللهو وإنما هي عبارة عن العمل العمل المتواصل. 鉴于两国间关系紧张，总统决定召回驻对方国大使。نظرا لتوتر علاقة بين البلدين قرر رئيس الدولة استدعاء سفيرها لدى دولة النيجيري. 我弟弟是个足球迷，他关注各种媒体报道的足球明星的消息。أخي صغير من حواتي كرة القدم يتابع كل ما تأتي به.وسائل إعلامية متنوعة من أخبار نجوم الكرة. 在采取任何措施以前，你一定要好好研究一下这个问题，因为这关系到成千上万名工人的利益。من الضروري أن تتأمل في هذا الموضوع جيدا.قبل اتخاذ أي إجراءات حيث أنه يتعلق بمصلحة لآلاف العمال.